وهذا يقول التمسح بشباكه، التمسح بالشباك في الحجرة النبوية لا يجوز هذا، لأن هذا إن كان المتمسح بذلك يتبرك بالبناء والشباك فهذا شرك، لأن طلب البركة من غير الله عز وجل شرك، أن تبرك بشجرة أو حجر أو غير ذلك فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان للمشركين، خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين، وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يتبركون بها، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالتبرك بالأحجار أو بالأشجار أو بالمباني أو بالشبابيك، سواء حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، لا يجوز وهو شرك. فليتق الله المسلم، والبركة إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره، هذا هو اللي فيه البركة. أما التمسح بالجمادات والمخلوقات فهذا لا يجدي شيئا.